ملك اليمين كان نظاما موجودا قبل الإسلام في كل الأمم، كل الدول، مش الجاهلية وبس. وكان أي حد يتاجر يتاجر في الحر أو في الحرة ويبيع فيه، اللي بنسميه بيع الأحرار، زي ما بيحدث الآن اللي هو بيع الأعضاء والأحرار نفسهم وكلام بده. لكن لما الإسلام جه بقى نظمه بإيه؟ إن لا يكون إلا عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم. يعني لو إحنا حاربنا إسرائيل، وإسرائيل دي مغتصبة للأرض بل ومعتدية على البشر وعلى العقيدة، وطبعا إحنا بنتكلم إيه المستحيل، يعني مستحيل إن إحنا هيجي اليوم اللي نحارب فيه إسرائيل، ولو إن سورة الإسراء مبشرة بكده يعني، وليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. فأصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاتي. بعض بقى المتنطعين والمتشددين واللي بيسيئوا للإسلام يقولك أنا أجيب واحدة من شرق آسيا تكون ملك يمين، وبموافق زوجتي أخصص لها غرفة وأستمتع بيها كملك يمين. هذا عراء، وهذا ادعاء يعني لا يقول به الإسلام إطلاقا، لأن الإسلام بيقول إما على الزوجة وإما ملك اليمين. فإحنا هنا ملك اليمين بالمشروع هو نتيجة أسرى الحرب ضد المسلمين، ضد اغتصاب الأرض، ضد العقيدة، ضد. فما يفعله البعض الآن هذا اعتداء على حدود الله واعتداء على نصوص الله الشرعية في القرآن، وأرجو ألا نتأثر به إطلاقاً.